هل يشعر الأموات بالإحياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فالرسول لا يدري ماذا أحدثت الأمم من بعده،